تدخل الداعية أو الفقيه في السياسة هو أن الداعية يتحول إلى خصم لشرائح عديدة من المجتمع التي تخالفه سياسيا، على حين أن الداعية المفترض أن يكون أن محل يكون إجماع. مائعا لا بيد لا، أن الجميع. يكون يعني محل قابلية لأكبر شريحة من المجتمع. مجرد ما يدخل في الجانب السياسي يبدأ يخسر أناس هم لا يكرهونه كداعية أو كعالم، لكن موقفه السياسي أوجب أن يأخذ منه موقفا. موقفه الديني يقتضي منه أن يصدع بالحق وأن يبينه، ولو أدى ذلك إلى أحيانا تكون أن إشكالات يخالفه الجميع. سياسية يعني قابلة للنظر. هذا مثله أيضا، إذا رأيت هذه الذريعة معناه أنك ستحرم عليه البيع والشراء والصفقة في الأسواق، لأن ذلك يجعل له أيضا خصوما كثرا ويجعل المنافسين له أكثر. الإشكال الآخر فلا أنه لا لا معنى حينئذ لتحجيمه وتقييده وأن نلزمه بيته وأن نجعل له نطاقا معينا هو الذي يتحرك فيه بسبب علم تعلمه. لو كان الحال كذلك لكان هذا النوع من التخصصات يفر الناس منه، لأنه يقيده. لا سيمنعهم حقوقهم السياسية والمدنية، فيكونون بمثابة المحكوم عليه المتابعة قضائيا بسبب علم إقامة تعلمه. جبرية. هي نعم، إذا بسبب علم فاتباع الجهل تعلمه. قد كان أحزم هي نعم، كما قالوا. إذا اتباع الجهل قد كان أحزم.